السلام عليكم، كيف حالكم اصدقائي ومتابعين قناة فيوتشر كوين؟ فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة باخر اخبار العملات الرقمية. طبعا اصدقائي فيديو جديد وموضوع مهم جدا عن حرق عملة شيبا اينو. طبعا اصدقائي اليوم الشركة نزلت منشور على تويتر او نزلت تغريدة على تويتر عم تحكي فيه على نظام الحرق الجديد واللي بيحمل اسم شيبا سواب بيرن. قبل ما نبلش بالفيديو اصدقائي بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. طبعا اصدقائي حاب نوه تنويه بسيط، اذا كان كلامي ما مفهوم بالنسبة لك او كان في بعض المشاكل بالصوت انا بعتذر كثير، حاليا مصاب بالكوفيد 19، بتمنى تدعو لنا بالشفاء بالطريقات، وان شاء الله حنحاول نقدمكم كل شيء مهم خلال هالفترة. لكن الاشخاص اللي عم يكلموني على التليجرام وما عم رد عليهم او عم يرسلوا لي رسائل وما عم رد عليهم، حاليا اصدقائي عم مر بمرحلة صعبة جدا، ان شاء الله راح رد عليكم بالواحد مجرد ما انتهي من هاي الازمة. خلونا نكمل الفيديو اصدقائي وخليكم معنا لبعد الان. طبعا اصدقائي اجت تغريدة من عملة شيبا اينو بيقول يسعدنا ان نعلن عن اطلاق بوابة الحرق شيبا، حرق شيبا للتوليد دخل سلبي. حاليا اصدقائي راح اشرح عن هذا الموضوع، راح نرجع نقرا التغريده الجديده اللي هي كانت من 13 ساعه عم بيقولوا فيها في اول 24 ساعه تم حرق اكثر من 8 مليار شيبا من خلال بوابه حرق شيبا اينو. احرق شيبا اينو واحصل على دخل سلبي، يعني انت بتقدر ترسل اذا انت مثلا معك بنقول معك 10 مليون قطعه من عمله شيبا اينو وانت بدك تحرق مليون قطعه، بيعطوك رقم محفظه عن طريق شيبا سواب، تدخل انت بتارسل المليون قطع على هاي المحفظة. هاي المحفظة مجرد ما ترسل عليها قطع من عملة شيبا اينو يعني بتصير هاي العملة مجمدة بمحفظة ميتة، يعني لو حدا بيقدر يسحب من هاي المحفظة وما في حدا بيقدر يبيع او يشتري من هاي المحفظة. لهيك اي قطعة من عملة شيبا اينو تروح على هاي المحفظة راح تسبب حرق للعملة. وطبعا الأعضاء تبع عملة شيبا اينو حرقوا تقريبا 8 مليار قطعة اللي هي تجاوزت تقريبا 251 ألف دولار خلال 24 ساعة فقط. لحد الآن أصدقائي صار محروق من عملة شيبا اينو أو تم حرق تقريبا 41% من عملة شيبا اينو. طبعا أصدقائي بعد ما تضغط على الرابط الموجود في التغريدة تنقلك لصفحة هاي اللي هي صفحة شيبا بون. طبعا اصدقائي بتقدر تربط المحفظة او بتقدر تربط الموقع بمحفظة ميتا ماسك، اذا انت عندك قطع من عملة شيبا ناوي تحرقن من ميتا ماسك بتقدر تضغط وتحرق تلقائيا. طبعا انا هلا حاليا عم يكتب لي انه في خطأ في الشبكة، لكن هاي الطريقة طريقة الحرق من هاد الموقع. طبعا اصدقائي الموقع اللي بيطلع احصائيات الحرق حاليا متوقف، عم بيقولوا الشركة انه هي حاليا في اعمال صيانة ونقل من شبكة لشبكة، لكن كان بودي انه بهذا الفيديو اصدقائي نشوف كميات الحرق وامتى تم الحرق ونشوف كم الباقي من عدد القطع وكم المحروق. لكن اصدقائي الموقع للاسف حاليا متوقف، اذا بندخل على صفحتنا على تويتر وبنكتب شيب هاي هي الصفحة الرسمية للموقع، إذا بنزل على أكثر تغريدة جديدة اللي هي the website will back، الموقع سوف يعود قريبا، بالأمس نقلنا الموقع إلى خادم مخصص ونقوم ببعض التحديثات فقط، شكرا لصبرك وتفهمك. هذا الموقع أصدقائي بيطلع جميع إحصائيات الخاصة بحرق شيبا اينو، كل عليك تبحث عن shibaborn.com. أصدقائي بكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.